نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والشمالية، شملت عددا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة. وقد أسفرت حملتا التفتيش عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في مملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوهة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأشارت الهيئة إلى تنفيذها حملة في محافظة العاصمة بالشراكة مع إدارة تنفيذ الأحكام، فيما تم تنفيذ الحملة الثانية في المحافظة الشمالية بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة. هذا وجددت الهيئة دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع.